مرحبا، اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم حنتكلم عن موضوع شوية شائك وشوية ناس كثير بتخاف وبتستحي تحكي عنه، مع انه هو موضوع بهم الام، بهم الزوجة، بهم الاخت، بهم الابنة، موضوع صحة المرأة والعادة الشهرية. اليوم حنتكلم عن مشاكل بتصيب المرأة. باستضافتنا اليوم الدكتورة ميسم حسن. اهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيكم، هلا، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. دكتورة ميسم للمرة الثانية معنا على قناة كنار تي في، بنشكرك على استجابتك السريعة. والموضوع اللي حنحكي عنه اليوم موضوع مهم جدا جدا جدا، إن شاء الله رب العالمين يقدروا جمهورنا يستفيدوا منه. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيكم، أنا يعني شرف لي إني أكون اليوم معاكم، وإن شاء الله الجميع اللي بيكون عم بحضر بيقدر كتير يستفيد من المعلومات اللي حنشاركه فيها اليوم. دكتورة سريعا إذا بتحكي لنا عن نفسك، مكان البراكتس عشان الناس تتعرف عليك. شرف لي إني أكون اليوم معاكم. أكيد أنا الدكتورة ميسم، I'm a naturopathic doctor، يعني هاي كلمة كتير كبيرة. basically إحنا بنعالج ال patients أو المرضى في طرق كتير natural. بنستخدم الأبر الصينية، بنستخدم الأعشاب، بنستخدم الفيتامينات في العلاج للمرضى تبعيتنا. وكمان كتير نتخصص إنه نسأل الشخص كتير عن نمط حياته، عن أسلوب حياته، عن الستريس، عن اللي بحياته، عن طريقة أكله أو النوتريشن اللي بحياته، لأنه كل هاي العوامل بتأثر على صحته. فكتير إحنا بنعمل فوكس كبير على هاي الشغلات. عندي أنا بشتغل بعيادتين، بعيادة في باري أونتاريو وعيادة تانية في ميلتون أونتاريو. إذا مختصر يعني طريقة العلاج، أنا بتعجبني كثير هاي طريقة العلاج المخصصة للشخص، مش أي واحد بيجيك معاه رشح بتعطيه هالحبوب وبروح. بالضبط بالضبط. so it's individualistic، يعني كل شخص يمكن اثنين يكون عندهم نفس المرض بيطلعوا في علاج، الاثنين كل واحد له علاج مختلف، لأنه طبعا نمط حياتك انت حيكون مختلف عن نمط حياة حدا تاني بيجي على العيادة، فحسب كل العوامل اللي بتأثر على صحته. أكيد أكيد في عوامل كتير بتأثر على الصحة، وللأسف يعني أنا بدي أحكيها من بصدق، الطب الغربي أو الطب اللي إحنا متعارفين عليه ما بيعتمد كتير على هذه الشغلة، لأنه إحنا اللي درسناه في الكتب A B C، واحد معاه سكري بتعطيه أنسولين أو بتعطيه ميتفلورين وانتهى الموضوع، يعني 1 تو 1. أما أنتوا لا، علاجكم بكون أشمل، بتشوفوا الوزن، بتشوفوا هل هو ذكر أم أنثى، عمره، كل شيء كل شيء زي هيك، صح ولا لا؟ صح، واحنا يعني لانه احنا كمان نقدر نقعد مع المرضى تبعيتنا فتره اطول، فهاي الشغله كمان بتساعد انه نقدر نعمل تريتمنت بلان مختص للشخص هذا. يعني اول فيزيت ممكن نقعد مع المريض ساعه كامله بس عم collecting كل الانفورميشن تبعيت الهيستوري تبعيته الصحيه، نعرف عن جد بالضبط شو هي المشكله ونعرف نعالجها، مش بس علاج زي الباندايد. اي دونت نو شو الباندايد بالعربي، بس يعني باندد، كل الناس تعرفها، باندد تبعت الباند. الجرح، يا اللي بتغطي الجرح، يا بالضبط، احنا بدنا نحل المشكلة من أصلها، مش بس يعني نعمل هيك كويك بانديد فيكس بنقول له انه صحيح 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 صحيح. اليوم احنا موضوعنا شوي موضوع حساس، يمكن بهم ناس كثير، لكن في ناس كثير يعني بتستحي، ولا حياء في الدين ولا في العلم. نحن اليوم سنتكلم عن العادة الشهرية، ناس بسموها period، ناس بسموها menstruation، حسب شو المكان اللي موجودين فيه. العادة الشهرية عادة بتصير عند كل مرأة من فترة إلى فترة، يعني بتكون من سن معين إلى تنتهي في سن معين. الآن في نورمال وفي النورمال أو الريجولرز، هذه اللي بتبدأ المشاكل. احكي لنا دكتورة بشكل ملخص، شو العادة اللي بتصير، أو ليش بتصير هاي العادة عند المرأة؟ ليش بينزل الدم؟ أكيد، فهذا موضوع لازم كتير مهم وأنا كتير بحب أحكي فيه، لأنه مهم المرأة عن جد تفهم شو اللي عم بصير بجسمها عشان تعرف وقت ما يصير في أي شغلة غير طبيعية تعرف إيش هو الطبيعي، عشان إذا صار في أي إشي مش طبيعي عندها
تعرف انه هذا وقت ممكن تحتاج تحكي مع دكتور او حدا بيهتم بامور الصحه عشان ينصحوها في كيف تتعالج في هذا الموضوع. فاول شيء زي ما انت تفضلت، الدوره الشهريه بتيجي لكل مره من عمر معين، بعدين تنقطع في عمر معين. فهاي الاعمار ممكن تختلف بين من حسب يعني من مره من مرة لمرة تانية، بس المهم إنه نعرفه إنه السايكل الكامل ممكن أول شيء يبدأ من أي يوم، من like 21 days، so 21 يوم ل 35 يوم. so إذا في حدا عم تجي الدورة الشهرية مثلا كل 15 يوم أو كل أسبوعين، هذا إشي غير ما بنعتبره إشي طبيعي. yeah. بالضبط. أو مثلا كمان بشوف كتير مرضى بيجوا بيحكوا لي أنا صلي شهرين ما إجتني الدورة وما في حمل. فهذا الوضع كمان إشي مش نورمال، لأنه زاد عن ال 35 يوم ليميت اللي إحنا بنعتبرها هي الماكسيموم رينج للدورة الشهرية، إنه للسايكل يعيد حاله. فلما نحكي عن الدورة هي specifically، يعني الدورة ممكن تيجي من أي length of time، من يومين لسبعة أيام. فلما تزيد عن هذا الرينج أو تقل كمان ممكن يكون في مشكلة هناك أو في سبب ليش هيك عم بيصير. إذن الفترة، بس ألخصها بسرعة، الفترة بين الدورة والدورة لازم تكون ماكسيموم من أو مينيموم 21 يوم، ماكسيموم 35. yes. وفترة نفس اللي هي نزول الدم من يومين إلى سبع أيام. بالضبط بالضبط. وال يعني شوي عن العلوم ليش او الساينس ليش الواحد مثلا تجيها الدوره وبنزل الدم، لانه هاي تغيرات بالهرمونات. فباول اسبوعين من الشهر بيرتفع في عندنا هرمون هو الهرمون الاستروجين. هذا المهم كثير الهرمون، لانه بيساعد على عمليه التبويض ovulation، الاباضه. يا الاباضه الاباضه بعد ما تصير هاي الاباضه، بعدها باخر اسبوعين من الشهر بتصير في عنا ارتفاع في هرمون تاني بالجسم اسمه البروجستيرون. فالبروجستيرون بيعلى كتير، بعد ما يعلى بنزل اذا ما صار في حمل. اذا صار في حمل البروجستيرون بضله عالي وبضله بيساعد على الحمل، على تثبيته. Yeah, تثبيت الحمل. هلا اذا ما صار في حمل وقتها البروجستيرون بنزل، هذا الهرمون بنخفض الاماونت تبعه بالجسم، وبسبب انخفاضه بنشوف الدم بنزل، لانه هاي كل التشيو اللي باليوترس كله عم بنزل من خلال الدم. طيب في هذه الفتره بتصير تغيرات هرمونيه كثير، واحنا يعني الناس بتعزي ليش سؤال بتسال ليش بتصير المراه اصلا يتغير عندها المود، فالحالة النفسية بتتغير بسبب بعض هاي الهرمونات. احكي لنا عن بعض التغيرات دكتورة اللي بتصير في حالة البيريد. يا هلا الحالة اللي بتيجي قبل البيريد بنقولها PMS بالانجليش. فهي فترة زمنية ممكن تكون يومين، ثلاثة ايام، خمسة ايام، حسب كل واحدة بتكون مختلفة يعني عندها هاي الحالة. وفي ناس they experience it في طريقة اكتر من ناس ثانية. ففي ناس ممكن ما يتغير عندهن المود، ممكن يصير عندهن وجع بالظهر، ممكن يصير عندهن وجع بالبطن، ممكن يصير عندهن صداع، أو تصير عندهن اختلاف في طريقة النوم عندها للمرأة. فحسب كل شخص إيش بصير عنده. الشغل اللي أنا بحب كتير أوجهها لأي حدا عم بيكون عم بحاضر، بس تصير الليمت زايدة، إنه مثلاً عندنا وجع كتير ما بنقدر نتحمله، لازم نروح على المستشفى كل مرة بتجينا الحالة الشهرية، هذا بنعتبره إشي مش بالنورمال. فإحنا بالطب تبعنا الناتروباثيك بنصير ندور إنه ليش في هذا هاي الأوجاع عم بتصير، أو التغيرات بالمود كتير عم بتصير فيها يعني very dramatic changes، تغيرات كتير كبيرة بالمود. فممكن تكون في منها إنه ممكن الهرمونات مش عم تتغير في طريقة سليمة. بالضبط. طيب إذا في تغيرات نفسية بتصير في pains عند بعض النساء، وفي ناس حتى بصير عندهم pain قبل المنستريشن زي ما حكيتي، وفي ناس خلال الفترة هاي حتى بيقدروش يقوموا يعني.
في طيب في تغيرات جسدية بتصير، يعني فقد الدم هذا بنقص كميات من الحديد وأشياء ثانية، ممكن تحكي لنا عن شيء بسيط منها؟ أكيد. هلا شغلة مهمة الواحد إنه إحنا كلنا نكون منتبهين عليها، أي وجع بيزيد عن حده في الجسم في الطب الصيني بنعتبرها هاي في كتير إنفلاميشن بالجسم. والشغلات اللي بتزيد من الإنفلاميشن بالجسم هي إذا الواحد مثلا بوكل كتير دهون اللي هي دهون مش صحية، هاي بتزيد من الإنفلاميشن. إذا الواحد بوكل سكريات كتير بالدايت تبعته برضو بتزيد بالإنفلاميشن أو نسبة الإنفلاميشن بالجسم. فإحنا بقد ما بنقدر بنحب إنه دايما نخلي الإنفلاميشن يكون واطي، فالشغلة كتير مهمة إنه نركز عليها الدايت، الأكل اللي بناكله يكون غني في الأكلات اللي تخفض من الانفلاميشن، زي زيت الزيتون، زي المكسرات اللي هي مش محمصة. وقت ما بنحمص المكسرات بنغير النوع الفاتس اللي فيها من أو الدهون، من الدهون اللي صحية للدهون اللي مش صحية، مهدرجة بسموه. نعم يا بالضبط. فدايما لازم ننتبه انه ناكل زيت الزيتون او المكسرات ما يكونوا محمصين او مقليين. نفس الوقت منزيد من الخضره والفواكه الطبيعيه بدل ما ناكل حلويات كتير. فهاي الشغلات كتير بيساعدوا الجسم نخفض الانفلاميشن بالجسم. من ناحيه السبلمنتس مهم كتير زي ما حكيت انه احنا ننتبه على الايرن او الحديد، لانه في بنات كتير او نسوان كتير بنزل منهم دم كتير بيكون، يعني they lose a lot of دم كل شهر. فهاي الشغله ممكن تؤدي الى انخفاض كميه الحديد او المخزن، الحديد المخزن الفيريتين اللي بيكون بالجسم، ومما بيؤدي الى مشاكل صحيه ثانيه. يعني بتصير المراه مثلا بتتعب كتير، أو ممكن شعرها يتأثر إنه شعرها ما يكون متغذي كتير، بتصير تحس رجليها وإيديها أو أطراف جسمها بارد كتير، فهذا كمان بتسبب مشاكل صحية تانية لازم ننتبه لها. أوكي. فهدول الشغلات كتير مهمة. بيرفكت. طيب هل في أي طريقة إنه نخفف من الألم خلال الدورة، خلال فترة الألم؟ أكيد. So again يعني بالطب الصيني اللي إحنا ندرسه أو درسناه، المفروض بهن بيأمنوا إنه لما المرأة تجيها الدورة الشهرية المفروض ما تحس في آلام كتير متوجعة، المفروض نسبة خفيفة من الضغط بس، ما يعني it doesn't last أكتر من يوم، وبعدين بعد هيك الوحدة ما تحس في آلام كتير قوية. نعم. بالنسبة للأبر الصينية أنا شفت كتير مرضى بتحسن الأوجاع عندهن إذا الوحدة راحت أخذت أبر صينية حوالي الوقت اللي هي بدها تجيها الدورة الشهرية، إذا كانت الأوجاع عن جد عم بتوجعها في هذيك الفترة. وبالزيادة عن هيك في بروتوكول اسمها السيد سايكلينج، اللي هي منغير أنواع البذر، يعني السيدز الوحدة اللي عم تاخدها حسب وين هي بتكون موجودة بشهرها. فأول أسبوعين من الشهر منركز على إنه المرأة تاكل كتير من البامكن سيدز والفلاك سيدز. هدول أوكي. بس هشرحهم للي بيعرف شيء. البامكن سيدز اللي هي بذر القرع، اللي هو البذر الأبيض اللي بناكله إحنا بنقصصه، والفلاك سيدز بسموه الكتان، بذر الكتان، او هو عباره عن مش بذر هو صغير جدا بتحنوه. اي ثينك يس دكتوره. اكزاكتلي يس. فلاكس سيدز او بذر الكتان بسموه. فهو بذر الكتان زي ما تفضلت. هذا البذر كتير مهم لانه بيعلي نسبه الالياف اللي عندنا بالجسم. ولازم نركز اذا بنشتري بذر الكتان يكون مطحون ومش الحبه السيد لحالها، لانه الحبه السيد جسمنا ما بيقدر يهضمها، فلازم تكون مطحونة. هذا كتير مهم الواحد يكون عارفه. وطبعا كل السيدز الواحد اللي بده ياخدها تكون مش محمصة raw. معلش، بذر الكتان امتى تاخده المرأة؟ حكينا اول 15 يوم البذر البطيخ او بذر القرع الابيض. بذر الكتان متى؟ والكتان نفس الوقت. بعد ما تصير المرأة عندها الإباضة أو الأوفيوليشن، so بالآخر أسبوعين من الشهر من السايكل، يعني منركز على إنه المرأة تقدر تأكل كميات أكتر من السسمي أو السمسم
so سمسم سمسم والسنفلاور سيدز، عباد اللي هو الشمس. عباد الشمس. يس عباد صحيح. الشمس، اوكي. فاول شيء الشغله المهمه نعرفها انه كل ما زدنا الالياف ال يعني النورمال اماونت اوف الياف اللي احنا بنحب ناكله بالنهار هو 25 جرام من الالياف. هاي الشغله كثير مهمه، فكل ما بنزيد من الالياف كل ما هاي بتساعد الجسم يتخلص من اي زوائد توكسينز او اي شيء مش كتير صحي يضلوا بالجسم. فعشان هيك مهم كتير ناخد الألياف من البذر الكتان. الشغلة الثانية إنه البذر هذا كله سواء كان السمسم أو بذر القرع، كل هاي الـ different types فيها كميات من الهيلثي fats من الدهون الصحية، وفيها كميات من الزنك والمغنيسيوم عالية، وهدول الشغلات كلها بتساعد على يعني to reduce نخفض من الانفلاميشن اللي بالجسم، وبالتالي ننزل الاماونت من الوجع او المود اللي بتتلخبط كتير بالجسم. يعني النسوان بعد هالحلقه راح يبداوا بزر بزر بزر. اذا مختصر قبل ال 15 يوم، اول 15 يوم ناخذ بزر قرع وبزر كتان وفوائدهم كتير طبعا. ال 15 يوم الثانيه بزر عين الشمس، عباد الشمس، وبزر السمسم او السمسم نفسه. يعني هاي ان شاء الله بتخفف من طبعا البذور. هاي بشكل عام الالياف مهمه جدا للجسم، وخاصه النسوان اللي بيحاولوا انهم او كل العالم اللي بيحاولوا انهم يخففوا من وزنهم. حتى بذر الكتان كان من احد اهم الاشياء اللي بتساعد في تخفيف الوزن. طيب دكتورة، أنا بدي أسألك سؤال الآن. هل في أي نصائح للفلاشز اللي هي بتصير قبل ما المرأة تفقد البيريد تبعها أو ينتهي البيريد، اللي هي حالة بالعربي إيش بنسميها الحالة هاي اللي سن اليأس بيسموه للأسف؟ لكن لازم نغير الاسم. يا لازم نغير الاسم، اللي هو ما بتقدر بعديها تنجب أطفال، لكن بتصير في حالة قبلها اللي هي بتكون بتجهز جسمها، بتجهز لهذا المرحلة. فهل في طريقة إنه نخفف على المرأة من الضغط في هذه المرحلة؟ فأكيد بهاي الفترة كمان المرأة بتمر في مرحلة فيها تغيرات كتيرة. ممكن تلاحظ تصير عندها هبات شوب، ممكن تلاحظ إنه يصير في لخبطة في التركيز أو في الميموري يعني في الحفظ. ممكن تلاحظ كمان في صار في لخبطة بالنوم عندها. بنفس الوقت كتير ممكن احتمال إنه المود تبعيتها أو النفسية تبعيتها تتغير في هاي الفترة. هاي الفترة بتصير اللي هو اللي احنا بنحكي له سن اليأس. unfortunately هالاسم is not a good name. بس بتصير لما تنقطع عندها الدورة الشهرية للمرأة لمدة سنة كاملة. يعني سنة كاملة المرأة ما بتجيها دورة شهرية أبدا. فبعد ما تنقطع سنة كاملة عنها الدورة بنعتبرها إنها دخلت على المينوباوز خلاص. في شغلات كتير كمان لازم نحافظ عليها من كيف منمارس الاكسرسايز تبعنا وكيف الدايت تبعيتنا. هاي شغلات كتير مهمة اللي حكينا عنها already، إنه الوحدة لازم تنتبه إنها ما تأكل أشياء فيها كتير سكريات ودهون مش صحية. في نفس الوقت في عنا الأبر الصينية كمان ممكن تفيد المرأة في هاي اللي عم بتمر في هاي التغيرات. الأبر الصينية بنقدر نحطها في مناطق معينة في الجسم اللي هي بتحاول على التخلص من الحرارة اللي بالجسم. فالنسوان اللي كتير بحسوا عندهن هبات شوب أو اللي بيفيقوا بالليل بحسوا حالهن غرقانين مي من كتر ما شوبوا، هدول النسوان ممكن يلاحظوا فيه عندهن فرق. إذا استعملوا أو راحوا عند حدا بيقدر يحط لهن الأبر الصينية في نقط معينة بتكون ممكن حوالي الإيدين هون أو حوالي الساقين من تحت. يعني في نفس الوقت في عنا المرامية، العشب المرامية كتير معروفة كمان بتساعد. بتساعد كتير على الهبات اللي الشوب وبتساعد على المينوبوزال سيمتومز. وفي عنا أعشاب كتير تانية كتير تانية بنستعملها، ما بعرف أسميهن بالضبط بالعربي بس ممكن أقدر أبعث لك ياهن إذا حدا سألك. بس زي السينت جونز وورت فور إكزامبل بيساعد كتير لأنه بيشتغل في طريقة very similar على الـ SSRI medications اللي هن ممكن ينعطوا للمرأة في هاي الفترة.
يعني they work بالsimilar mechanism. في نفس الوقت حكينا عن بذر القتان، نفس الشيء كمان الفلاكس سيدز بفترة هاي التغيرات عند المرأة في هذاك السن كمان ممكن يكون كتير مفيد، بالإضافة إنه المرأة تحاول قد ما بتقدر تتجنب أي إشي سخن كتير من شربه، إذا بتدخن نحاول قد ما بنقدر إنه يعني نمتنع عن الدخان، وإذا في شرب أي كحول كمان نحاول قد ما بنقدر إنه ما نشرب كحول في هاي الفترة. ممتاز. طيب الآن بدنا ندخل على متلازمة أو مشكلة بتصير عند كثير من النساء، بسموها polycystic ovary syndrome أو بالعربي متلازمة تكيس المبايض. يعني صراحة اسم، في أميرة بتحكي إنه سانت جون هي عشبة ضد الاكتئاب، صحيح؟ صحيح، هي بنستعملها ضد الاكتئاب، وهي بتشتغل على الـ SSRIs، وفي نفس الوقت ممكن يعني الدكتور إذا شاف الحالة كتير تبعت المينوبوز صارت واصلة محلها ممكن يعطي الـ SSRIs، فهذا علاج طبيعي للمينوبوز بنقدر نستخدمه. أم أسامة مرحبا يا عمتي، شو أخبارك؟ بتقول لك يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيها. أنا أحط، بعض الناس تسأل شو اللينك تبع صفحة الدكتورة، أحطه الآن. الدكتورة هتبدأ تحكي لنا عن هاي المتلازمة اللي بتصيب كثير من النساء في الـ في الـ في الـ في المجتمع تبعنا. تفضلي. أكيد. So the polycystic ovarian syndrome للأسف بيصيب one in ten women بنورث أمريكا، عندهن هذا بيعانوا من هاي المرض. وفي الشغلة الرئيسية اللي أنا بشوف المرضى بيجوا عندي عشانها هي بأول شيء بيحكوا في لخبطة في الهرمون، في لخبطة في الدورة الشهرية، في نفس الوقت عندي حبوب شباب كتير على وجهي بدي أتخلص منها. فإحنا منبلش نتفرج على تحاليل الدم، نتفرج على الهرمونات اللي منفحصها بالدم، وقتها ممكن نلاحظ إنه في خلل في كيف عم بتنظم الهرمونات بالدم، وبعديها منصير نسأل أسئلة تانية. فالشغلات التانية اللي إحنا بنتفرج عليها بهذا المرض، هل في شعر زائد في الجسم غير طبيعي محله، عم بنمو في محل مش مثلا طبيعي، في نسوان بيعانوا من هاي الشغلة، هل في حب شباب كتير، وين بيكون عم بطلع، هل في الجلد نفسه عم بتغير بيصير لونه بيصير أسود أكتر، فهاي الشغلة بتدل إنه ممكن يكون في عدم انتظام في السكر، يعني في السكر اللي بالدم، فهاي الشغلة كمان عامل بيأثر على المرض البوليسيستيك أوفيريان سيندروم. سو بنفحص كل هاي الشغلات ونتفرج على البيشنت ونشوف إذا المريض كمان عنده زيادة وزن، نمط حياته إذا مش أكتيف، ما بتمرن، ما عنده تمارين بروح لها، ما بتمشى كل يوم، طريقة أكله إذا في كتير أكل فيه سكريات، ما في كتير ألياف، هاي الشغلات كتير بتأثر على هذا المرض. وفي نفس الوقت مهم كمان إذا في عنا شك إنه ممكن يكون هذا المرض عند المرأة إنه نبعتها عند الدكتور يعملوا لها ultrasound عشان نشوف إذا في عن جد كياس على المبايض. أوكي. في نرجع سؤال على السان جون، أين أجد هاي العشبة؟ أين تباع؟ سو احنا بنستخدم الاكستراكت تبع العشبه، فبنستخرج منها المواد اللي احنا بنستخدمها بالعلاج، وممكن تلاقيه في الهيلث فود ستور. فاذا كنت عايشه في كندا مثلا في محل اسمه نيتشر سورس ممكن يبيعوه، اي هيلث فود ستور ما رح تلاقيه مثلا بوالمارت او شوبرز دراج مارت ممكن ما تلاقيه هناك، فلازم تروحي على المحل اللي بيبيع المتخصص في الاشياء الطبيعيه. طبعا البوليسيستكس، انا بس بدي اشرح شو الاسم من وين اجى الاسم. بولي معناها باللاتيني كتير، متعدد. سيستك اللي هو عباره عن اكياس، اللي هي عباره عن اورام حميده. في البدايه كانوا يفكروها انها اكياس، بالعربي حتى بسموها الاكياس على المبايض، بس هي عباره عن بويضات كثيره، صحيح؟ بيصير في زياده في عدد البويضات. طب السبب هذا انا قرات انه هو في هرمونات ذكوريه بتسبب هذا الشيء بترتفع. اكيد. يا اوكي. طب هل يعني هل هذا احد مشاكله اللي هي الخلل الهرموني عند المراه؟
يا سو لما يكون عندنا شك انه مرأة عندها هذا المرض، بنبعتها تعمل تحاليل دم، بنتفرج كثير على الهرمونات اللي هي بتساعد على عملية الإباضة في الجسم، في نفس الوقت نتفرج إذا كان في عن جد هرمونات الأندروجينز صاروا كتير عاليين في الجسم. فالأندروجينز هن اللي بيكونوا هرمونات بحكي عنهم male like hormones، يعني شبه اللي بنلاقيه بالرجال مش في النسوان. ممكن يكون موجود عند النسوان بس لما يزيد عن حده عند النسوان وقتها بيصير في عنا المشاكل بتزيد. طيب دكتورة، هذا المرض أو هذه الحالة اللي بتصير عند المرأة، هل بتسبب لها مشاكل في العادة الشهرية اللي بتصير معها؟ هل بتسبب مشاكل في أو بتسبب مشاكل عقم؟ هل بتؤدي هاي لمشاكل زي هيك ولا عادي ممكن نمشي فيها وما في مشكلة؟ ممكن كتير تسبب مشاكل في يصير في عدم انتظام في الدورة الشهرية، وكمان في نسوان بيعانوا من مشاكل بعدين في الإنجاب، إذا كان يعني إذا كانوا عم بيحاولوا وما صار في حمل. أكيد يعني نتفرج على هاي الشغلة وي ميك شور إنه ما عندهن هاي المرض. فيا لازم الواحد يعني ينتبه على هاي الشغلة. طيب خلينا نمسكه من البداية، إيش سببه؟ يعني أوكي إحنا عرفنا شو هذا المرض، طب إيش سببه؟ يعني أنا كمرأة، يعني أنا لو إن لو أختي أو أمي أو كيف بدها تعرف إنه بدها تبتعد، فلازم نعرف أول شيء شو الأسباب تبعت هذا المرض. أكيد، ففي كتير أسباب، ما في سبب واحد فينا نحكي إنه هذا هو الشغل الوحيد اللي هي بتسبب هذا المرض. وهو بالإنجليش ميديكال ترمينولوجي بنسميه سيندروم مش ديزيز. فلما يكون في عنا كلمة هاي السيندروم، يعني في إلها يعني many different levels، يعني كتير في levels مختلفة. ممكن أنا يكون عندي المرض يعني مثلا، وفي واحدة تانية عندها المرض، بس إحنا عنا إياه بليفل مختلف، ففي different levels. So زيادة الوزن هو عامل بيأثر على ال polycystic ovarian syndrome، لأنه بتصير في لخبطة في الهرمونات. ال fat cells، أي cell بجسمك، خلية فيها الدهون، بتخزن كمية معينة من الهرمونات. فلما يصير الوزن زايد بصير عندنا نسبة الدهون زايدة، بصير عندنا المخزن للهرمونات كمان بزيد. في نفس الوقت إذا كان في المرأة مرت في مرحلة فيها كتير ستريس، كمان الستريس ممكن يأثر على كيف الجسم عم بيعمل الهرمونات بجسمه، لأنه المين بريكورسر، يعني معظم في كتير من الهرمونات اللي بنعملها بجسمنا معمولة من شغلة وحيدة اللي هي الكوليسترول. فلما احنا يصير في عنا تغيرات انه كتير عنا ستريس مثلا، بصير جسمنا بحاول يزيد من الهرمون الكورتيزول عشان بده الجسم يقاوم على الستريس، فبصير في شنتينج لكيف عم نعمل الهرمونز، بصير في عنا عدم انتظام في الطريقه اللي احنا عم نعمل الهرمون فيها بجسمنا. في نفس الوقت الاكل كمان ممكن ياثر كتير. طب هل إذا مثلاً حالة وراثية ممكن يكون من الأهل، من الأم؟ مش كتير يعني. هلأ بنسأل إحنا لما نأخذ الهول هيستوري، بنسأل إنه في حدا بالعيلة عنده مشاكل بالبوليسيستيك أوفيرين سيندروم، أو مشاكل بالغدد، أو مشاكل هرمونات تانية. بس I don't know إذا في لينك كتير very clear يعني link. مش شرط إن الأم تورثه لأبنائها يعني. Yeah. اوكي طيب الان احنا حكينا اهم المشاكل تبعته او اهم الاسباب كمان اللي هي حكينا زياده الوزن، فهذا شيء مهم جدا، وقله الرياضه يمكن هدول الحركه. طيب دكتوره الان بدنا نوصل لمرحله انه كيف نعرف انه هذه المراه عندها او ما عندها. انت حكيت بنعمل فحص دم وبنعمل الترا ساوند. Yeah. So احنا بنستخدم، هلا احنا ما بنعمل diagnosing، بس الميديكال دكتورز هن اللي بيعملوا diagnosing. في كريتيريا اسمها الروتردام كريتيريا، بيستخدموها كثير الدكاتره عشان يشوفوا انه هذا الشخص عنده هذا المرض ولا لا. فالشغلات الثلاثه اللي بتفرجوا عليها بالروتردام كريتيريا، اول شيء انه يكون في صار في لخبطه في الدوره لمده 6 شهور. فاحنا يعني يا اما من هدول الوحده السايكل صار ويختلف عن ال 21 to 35 days لمدة 6 شهور،
هذا عامل. العامل الثاني انه صار في عندنا زياده في حب الشباب، صار في عندنا زياده بالشعر، صار في عندنا الجلد نفسه صار يتغير لونه في مناطق حساسه مثلا عند البيرسون. هدول كلهن ساينز انه ممكن الجسم صار عنده خلل في الكمية الاندروجين، الهرمون الاندروجين اللي بالجسم أو الاندروجين هرمونز. في نفس الوقت بسأله وبستفسره وبفحصه كمان الجسم إذا في لخبطة في انتظام السكر بالدم، هاي كمان شغلة مهمة. والشغل الثالث اللي ممكن يتفرجوا عليها إنهم يعملوا ألترا ساوند على الأوفريز ويشوفوا إذا في إشي هناك من اللي أنت حكيت عنه. أنا شايف في علاقة وطيدة مع مرض السكري فيه. Yeah, there is a link لأنه مش diabetes specifically بس اللي هو عدم انتظام السكر في الجسم في الدم. Okay. فقد يكون يعني اللي عندهم pre diabetes أو هذه ممكن yeah. تكون برضو أحد المشاكل اللي okay. هو لأنه كله تنظيم هرموني أو خلل هرموني صار في الجسم. بالضبط. والسكر ايضا بنظمه هرمون اسمه الهرمون الانسولين، فلازم يعني نفهم انه الجسم مرتبط مع بعضه، مش كل جهاز بيشتغل لحاله. طيب دكتوره، هل في عمر معين عند السيده انه ممكن تكون higher risk than اقل من مثلا السيدات اللي عمرهم اقل عرضه من السيدات اللي اكبر ام لا؟ حسب يعني هو العمر اللي طبيعي للمرأة إنها يكون عندها الدورة الشهرية. فإجا يعني أنا بيجي عندي مرضى عندهن المرض وأكبر بالسن، وفي عندي مرضى بيكونوا أصغر بالسن وعندهن المرض. طب إيش مخاطره غير العقم؟ إحنا حكينا العقم أحد مخاطره، هل ممكن يسبب أشياء تانية؟ ولا ممكن يسبب مثلا لا سمح الله سرطان في المبايض أو في الرحم أو؟ لا، أكتر شيء العقم. إحنا بنفكر أكتر شيء في العقم، بنفكر ممكن إذا ما عملنا كنترول على السيتويشن ممكن بعدين يصير في كمان السكر، يعني قصة الدايبيتيز ممكن يصير في عندنا مشاكل فيها. فيا هدول. وطبعا هل بيأثر عكسي على الوزن؟ هل بيزيد الوزن؟ في هل له علاقة في الوزن ولا مش كتير؟ هاي is it the chicken or the egg؟ يعني إيش اللي إجا أول؟ so هل هي القصة إنه صار عندنا في يعني خلل في انتظام السكر بالدم وبعدين هو أثر على إنه يصير في عندنا هذا المرض أو العكس؟ يعني they go hand in hand. طيب في دكتورة، أنا سمعت في أحد الدراسات تحكي إنه الصيام بخفف من العرضة لهذا المرض، فهل هناك فعلا لينك بين الصيام وهذا المرض؟ So في عنا كتير يعني طرق العلاج، هي عدة عنا بالطب الناتروباثيك لهذا المرض. الانترميتنت فاستينج اللي هو الصيام ما بين ساعات محددة في النهار، ممكن يساعد على الوحدة تقدر تنظم الانسولين، ويصير في عنا متنظم الانسولين الهرمون اللي هو بيساعد على تنظيم السكر اللي بالدم بطريقة أحسن. أنا دايماً يعني personally ما بنصح إنه المرأة تعمل الفاستينج هذا كل يوم، لأنه بصير الجسم متعود عليه، ففي a specific way لازم نعمل الانترميتن فاستينج، بس ممكن يساعد. في نفس الوقت كمان في عنا فيتامينات زي الفيتامين B8 اللي هو اسمه المايو إنوسيتول، ممكن يساعد كمان. وفي عنا عدة أعشاب، وفي شاي، نوع من الشاي اسمه السبيرمنت تي، صار في ريسيرش كتير عنه إنه هو ممكن يساعد في انخفاض ليفل الأندروجين هرمونز بالجسم. فالسبيرمنتي ممكن تلاقيها في أي محل، يعني ممكن تلاقي السبيرمنتي في والمارت عادي، كتير سهل إنه نلاقيه. ونفس الوقت في عنا أعشاب اللي اسمها الفيتاكس، السيرونا ريبينز، هدول بيشتغلوا في طريقة محددة على نوع من الهرمونات يحاولوا ينزلوا التستوستيرون أو الهرمونات اللي هي ممكن تسبب كمان الأندروجين ليفلز يصيروا أعلى، الهرمونات الذكرية يعني. بالضبط. فالرجال ما يشربوا هاي الأعشاب. طيب في سؤال، هل هناك علاج لتكيس المبايض، علاج بالأعشاب الطبيعية، أم لازم يروح دكتور ويعمل عملية؟ وشو العلاجات
مقترح. فإحنا بنستخدم السيد سايكلينج اللي حكينا عليه، اللي هو السيدز في different times of the month الواحد يأخذ السيد سايكلينج، ونفس اللي حكينا إنه النوع من الفيتامينز البي 8 أو المايو إناسيتال، الشاي سبيرمنت، والأعشاب اللي حكينا عنها اللي ذكرناها هلأ ممكن تساعد كتير في تنظيم الدورة الشهرية عند النسوان اللي بيكون عندهم هاي المشاكل، وممكن تساعد كثير كمان على تعديل الهرمونات الذكرية اللي بيكون عندها خلل فيها. طب دكتورة، يعني في سؤال كمان بنسأل، ما دام احنا بنحكي عن السكر وزيادة السكر والأنسولين، فهل المرأة اللي عندها هاي المشاكل لازم تخفف من الكربوهيدرات والسكريات بشكل عام؟ أكيد 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 لازم بقد ما بتقدر إنها تخفض كمية الخبز اللي بتاكله، كمية الرز الأبيض اللي بتاكله، كمية السكريات والحلو، الباستا والمعكرونات هاي اللي إحنا بناكلها كمان لازم نقدر إنه نحاول نقلل من الكمية اللي بناكلها. في نفس الوقت فيك تعمله substitution، يعني مثلا بدل الرز أبيض نحاول ناكل رز أسمر، لأنه الرز الأسمر فيه بروتين أعلى من الرز الأبيض، والبروتين دائما بيحاول بيساعد على تنظيم الإنسولين والبلد شوجر اللي هي السكر اللي بالدم، بيحاول على تنظيمها في الجسم. في نفس الوقت بدل البطاطا نحاول ناكل بطاطا حلوة، لأنه البطاطا الحلوة نوعيات الكربوهيدرات فيها معقدة كومبلكس، فكمان بنفس الوقت بتساعد على نفس البروسيس. فالأكل كتير له دخل، و at the same time كتير بنحفز المرضى إنهم يعني ياخذوا كميات من الدهون الطبيعية، زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادوز، هاي الشغلات كتير كمان بتساعد. يعني هاي الشغلات مهمة جدا، يعني الآن مفروض إنه الإنسان يركز عليها ويأخذ الطبيعي، يعني من نبعد عن الصناعي. طبعا الأطباء بعطوا أدوية زي ميتوفيرامين، وبعطوا حبوب منع حمل، هاي ممكن تساعد، بس هل في هناك عمليات جراحية لإزالة كل هاي المبايض المتزايدة أو التكيس؟ حسب إذا كانوا I think إذا كانوا بفكروا إنه يمكن هذا الكيس يكون فيه إشي أو ممكن يأثر على شغلة تانية، ممكن يعني ممكن يؤدي بعدين لجراحة. النقطة اللي بحب أحكيها عن حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل هي عبارة عن المرأة عم تأخذ الهرمونات من an external source، من خارج جسمها، فممكن تتنظم الدورة الشهرية خلال هاي الفترة. في نسوان بيصير عندهن ريبوت للسيستم، وممكن جسمهن عن جد يتنظم، حركة السايكل تبعها أو الدورة الشهرية تبعتها تصير منتظمة بعد ما تاخدها. في نسوان كمان تانية، وأنا اللي بشوفهن بالعيادة عندي هن الفرق الأوبشن الثاني، اللي بتاخد حبوب منع الحمل بيصير عندها في هاي الفترة بتحس إنه دورتها تنظمت، بتفكر إنه الدورة تنظمت، بس توقف عن حبوب الحمل ترجع الدورة it becomes irregular again. فهذا ممكن تكون لأنه هي عن جد ما كانت عم بتشوف دورة حقيقية، هي كانت عم بتشوف الدورة اللي بتصير بنسميها withdrawal bleed، اللي هي لأنها أخذت حبوب الحمل مثلاً 21 يوم، منع الحمل 21 يوم، بعدين توقفت أسبوع، فبصير هاي لأنك وقفتي من أخذ هدول الهرمونات نزل دم، بس مش هي عن جد الدورة الحقيقية تبعيتك. طب الوقاية خير من قنطار علاج، رح ننهي في هذا السؤال. ما هي طرق الوقاية من هذا المرض؟ الأكل أو من هاي المتلازمة، خلينا نكون أصح. المتلازمة، الأكل الصحي مهم كتير، والتركيز على الدهون الصحية، الأسماك والزيوت، الأويلز من الفيش أويلز كمان بتساعد، الأكسرسايز ريجولارلي. ففي ريسيرش عملوه عدة جامعات عن الـ HIIT exercise معين اسمه الـ High Intensity Interval Training HIIT بمختصر. فهذا نوع من الاكسرسايز بيساعد على انه العضلات تقدر تفوت الجلوكوز اكثر على العضلات، فعشان ما يضل في كتير السكر او الجلوكوز هو موجود بالدم.
فهاي النوع من التمارين ممكن تساعد كتير. في نفس الوقت نحاول قد ما بنقدر نخفض من ليفل الستريس اللي عندنا اياه بحياتنا. سو نعمل ننام بطريقه مرتاحه، نفيق مرتاحين. لما نكون عندنا نمر بمراحل ستريسفل بحياتنا، نفهم عن جد جسمنا كيف احنا بنحب نعتني في جسمنا في هاي الفتره، ما نهمل حالنا في هاي الفتره ليصير عندنا الستريس كتير عالي. ونفس الوقت اذا صار نحس انه في جسمنا عم بتغير، نحكي مع حدا، نروح نشوف حدا بيعرف الموضوع او دارس الموضوع عشان ما نخليه يوصل لحده. يعني احكي لنا شوي عن الهيت، هذا اول مره انا بسمع فيه صراحه، فحاب نعرف شوي. الهيت اكسرسايز تمارين بنعملها في وقت كتير قصير. So most of the time you can do it بربع ساعة، 20 minutes، نص ساعة. في نفس الوقت you're doing very intense training. So ممكن يعني بتعمل intense training لفترة كتير قصيرة. So بتعملها مثلا لدقيقة ونص وبتاخد راحة 30 ثانية. دقيقة ونص intense، 30 ثانية راحة. وضلك تعيد هاي العملية. النسوان they will lose weight especially إذا كان عندهن polycystic ovarian syndrome، رح يشوفوا إنه في بصير في الوزن رح ينزل. It's different، يعني بتختلف عن إذا الواحد بس عم بركض. أنت بس عم تركض عم بتمرن أكتر شيء عضل قلبك، بس لما أنت عم تستخدم الـ head training عم بتمرن عضلات كتير مختلفة بجسمك. أوكي طريقة حلوة. اوكي اعملها على هذه. طيب أميرة بتسألك، هل هناك علاج طبيعي للتوتر والقلق الذي يحدث ما قبل الدورة؟ ننصح بهاي الحالة المغنيسيوم، الفيتامين بي 5 وفيتامين بي 6 والفيتامين سي. الشغلات مهمة دائما بالجسم، وقبل الدورة الشهرية ممكن كمان تفيد المرأة. وانا يا جماعه يعني حطيت اللينك تبع الدكتوره على الفيسبوك، عندها على الانستغرام كمان، هي دكتور ميسم على الانستغرام، وهون دكتور ميسم اندي على الفيسبوك. ممكن تطلعوا على صفحتها، تعملوا لايك، تعملوا شير للشغلات اللي موجوده عندها. كتير شغلات بتهم الصحه بشكل عام، ويمكن هي بتحب الصحة النسوية شوية، فيعطيها ألف عافية. بنشكرك كتير دكتورة على وقتك وجهدك، ونقول لك كل عام وانت بخير. إذاك آخر دقيقة إذا بتحب توجهي أي شيء للجمهور. كل عام وانت بخير، وزي ما تفضلت إذا حدا عنده أسئلة فيكم تلاقوني على الإنستغرام دكتور ميسم underscore ND، أو على الفيسبوك من اللينك اللي حط لكم يا دكتور جمال. وإن شاء الله بتنعاد عليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله بنقدر نرجع نشوفكم بخير يا رب. Thank you so much دكتور جمال. شكرا لك مرة تانية، وإن شاء الله نشوفك مرة تانية في حلقة أخرى في موضوع شيق مهم. الموضوع كان جدا مهم، في كتير سيدات حتى بيستحوا إنه يحكوا عن هذه المشاكل، لأنه بيعتبروها إشي يعني لا هو إشي طبيعي بتصير عند كل مرأة، ولازم إحنا كرجال برضو نكون منفتحين على هذا الموضوع، إنه هاي السيكولوجية تبعت أو الفسيولوجية تبعت هذه المرأة وهذا جسمها وهي طبيعتها. فالرجل لازم يكون شوية متفهم إمتى بتصير عند المرأة برضو تغيرات في المود والشغلات هاي، فلازم يكون شوية يعني منفتحين على هذا الموضوع. Again شكرا لك باسم كنار تي في، دائما بتشرفينا. The cutest doctor زي ما بيحكوا. Thank you so much. نشكرك كتير، وبنحكي مرة تانية لإلك ولعائلتك ولكل المشاهدين، كل عام وإنتم بألف خير. تابعونا اليوم الساعة 10، رح نكون في مقهى رمضاني جميل. إن شاء الله نراكم في حلقة أخرى. سلام عليكم.